لا لا مش اتاخر باذن الله، نص ساعه بالظبط وهكون موجوده. انا جايه على طول اهو، لميت شنطتي. خلاص ماشي. طب جهزت وجايباه، والله جهزت كل الهدوم اهو. خلاص جاي ماشي. كان ليه يا بنت ونص ساعه وما حضرتش شنطتي كمان؟ يا عماد راح فين الناس بتاعه؟ اجيب لنا العرض. لا يا عماد انت فاهم غلط. مين ده يا بنت؟ وليه التليفون؟ لا يا عماد ما انا دوتهم. هات التليفون، افتح الباسورد، افتحه. مش هفتح يا عماد. اهدى بس. اخلص يا بنت. مين ده؟ انا هفهمك كل حاجه بس اهدى بس. اهدى ايه؟ انجزي. طب هات الموبايل. انا اوعى وحياه امك ما انت خارجه من البيت ده، وانا كده كده هعرف مين ده. ازاي يا عماد؟ يا عماد افهمني. يوه يا عماد ما تقفلش الباب يا عماد. يا عماد اعمل ايه دلوقتي؟ ماشي يا ياسمين، انا تقرطصني. ماشي حياة امي، نخسر عرب ايدي يا ياسمين، بس لما اعرف مين الكلب ده. يا رب حلها من عندك يا رب. لازم يعني يسمعني، انا غبيه برضو بتكلم هنا كده قدامه وهو في البيت. انت يا ابني ايه يا عمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. مالك يا ابني وشك مخطوف ومقرف ليه كده؟ لا ضغوطات بس في البيت شويه. طب انت محتاج اي حاجه؟ لا 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 مفيش اي حاجه تمام. بقول لك يا احمد. ايه يا عم؟ مش انت كنت ناوي تقدم لاختي؟ اكيد طبعا. طب خلاص يبقى تعالى انا استناك بكره. ايوه يا عماد، بس هي ايه رايها؟ يا عم انت في ايه يا احمد؟ الكلمه كلمتي. طيب خلاص خلاص ماشي. انا مستناك بكره. طب سلام. طب يا ابني اقعد اشرب حاجه. والله ده يوم المنى يا عماد، فرحتني قوي. ياسمين قولي لي بقى، ياسمين مين ده؟ ياسمين انطقي يا ياسمين، مين ده؟ يا عماد بالراحة يا عماد، انت مكبر الموضوع قوي. مكبر الموضوع ايه؟ قوي لحد ما تهربي؟ كنت اعمل ايه؟ كنت عايزاني انام على وداني؟ يا عماد انت فاهم غلط، والله الموضوع مش كده خالص. انت فهميني، لما الموضوع مش كده خالص كنت عايزة تهربي ليه؟ يا عماد ما انا مش عارفة بصراحة اجيبها لك ازاي. انا ما كنتش ههرب يا عماد، انت مش فاهمني. مال الشنطه دي ليه يعني؟ راح تتفسحي يا عماد؟ الموضوع غير كده خالص، وانا بصراحه مش عارف اقول لك حاجه. ياسمين انا اخوك فاهمين. طب الموضوع وصل معاكوا لحد فين؟ ها يا عماد مش كده خالص. عيب عيب، انت عارف اختك تعمل حاجه غلط. ما ده اللي انا يجنني، ما اللي واخده الشنطه معاك. طب اقول لك على ايه؟ التليفون، افتحي التليفون ده. مش هعرف افتح. افتح التليفون ده يا ياسمين. يا عماد مش عارف افتح. انت مصر ها يا بت؟ انطقي. انا ماشي يا بت، واعملي حسابك بكره جاي احمد تقدم لي. يا عماد حرام عليك. اشمعنى يا عماد؟ ما تجيش عليا اكتر من كده. انا بقول لك احمد جاي تقدم لك بكره، وياك تقول اي كلمه ولا تقول اي حاجه. ده واحد صايع صايع سيلم حتى شيل العار. يا عبد اشترك المحل ما لقيتكش. ما انت عارف يا عم ده النهارده اجازتي. طب اقول لك ايه؟ انا عايز افتح التليفون ده، نسيت الباسورد بتاعه. نسيت ايه؟ الباسورد. عادي نعمل له سوفت. لا ما انا عايز الحاجات اللي عليه. الحاجات اللي عليه؟ بس ده كده هيصرف كتير يا عماد. يا عم اللي انت عايزه. طب سيبوه لي نصايه كده يا عماد. لا رجلي على رجلك. يلا عشان محتاج الحاجات اللي عليه دلوقتي. يلا. يلا يا عبد نروح المحل. ألف ألف شكرا يا عبد، مش عارف أشكرك إزاي. أنت عارف في التليفون كده يا عماد؟ لا أصل عليه حاجات خاصة بس. عليه حاجات خاصة؟ أيوة. عامة هو كده 100 100 وكل حاجة عليه. ألف ألف شكرا. على فكرة محدش يقدر يعمل لك اللقطة اللي أنا عملتها لك دي. حبيبي يا عبد. يلا بعد إذنك. بعد إذنك إيه؟ طب والحساب؟ بالليل اللي أنت عايزه تحت أمرك هديهم لك بالليل، ماشي؟ بالليل؟ السلام عليكم. أنت مش حططني وجايبني من إجازتي وفي الآخر شوكك كمان؟ لو بقول لي بالليل وشكلي مش هشوف منك ولا أبيض ولا أسود. ايوه هو ده اخر رقم.
استاذ ياسمين حضرتك اخرت ليه؟ استاذ ياسمين قول لي انت مين وفين؟ لو راجل اتكلم. حضرتك احنا قسم الاستقبال مستشفى السلام، في حاجه لحضرتك؟ حاضر جايلك جايلك. ماشي ماشي ياسمين، ناوي تربي مع تمرجة ولا ايه؟ اتفضل. خد عقلك. اه هو ده رقم. خير يا فندم، حضرتك مين؟ خير؟ تملى دماغ اختي، عايز تقرب معاها؟ انت كمل. ده انا هبلغ عنك وهسجنك كمان. اللي انت بتقوله ده بس يا استاذ. اتفضل اتفضل. اتفضل ايه؟ اقعد، اكيد في سوء تفاهم. حضرتك فاهم انت بتتكلم مين اصلا؟ ايوه مش الدكتور سلامة؟ ايوه يا فندم انا الدكتور سلامة. حضرتك اختك مين طيب؟ استاذة ياسمين. حضرتك تبقى اخو الاستاذة ياسمين؟ ايوه اخو الزفت. ايه يعني ايه التخاريف اللي حضرتك بتقولها دي؟ حضرتك اول حاجه لازم تبقى عارفها ان انا محترم وليا سمعه هنا، فبلاش الكلام اللي انت بتقوله ده. مالي سيبك بقى نص ساعه ومش نص ساعه وحضر شنطتك. واضح انك حضرتك فهمت الموضوع غلط خالص. فهمت صح. انا مش فاهم انت بينك وبين اختك ايه، بس اختك حضرتك عندها الكانسر وفي مراحله الاخيره، وفي جمعيه خيريه كتر خيرها تكفلت بكل علاجها، وكنا طالبين منها هنا قسم الاستقبال كلمها فعلا عشان تجهز شنطتها وهدومها وتيجي تحجز هنا في قسم الرعايه. يا سلام، انا صدق انا اختي مفيش اي حاجه يا دكتور، بلاش الحوارات بتاعتكم دي. بص حضرتك انا كنت لسه اصلا بدرس الحاله وهي اصلا في مراحل متاخره جدا. ده الدوسي بتاعها. تقدر حضرتك تتابع مع اي مستشفى تاني. وقلت حضرتك لو تقدر تجيبها في اسرع وقت عشان الموضوع محتمل يعني يدخل في اضرار الجسيم. شرفت يا فندم، اتفضل. بسم الله حضرتك اتفضل. خد حاجتك معاك اتفضل. لا 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 انا هاجي. اتفضل يا فندم. اتفضل. شرفت. أختي ياسمين. ياسمين أنا عرفت كل حاجة خلاص. ياسمين راحت فين؟ شنطتها لسه موجودة. ياسمين ياسمين ياسمين. أخت ياسمين. ياسمين حقك عليا يا ياسمين، حقك عليا. ما كنتش أعرف، ما قلتليش ليه من الأول يا ياسمين.